قلة هم النازحون الذين غادروا منازلهم وهجروا مناطقهم مرغمين تقاء لشر العدوان الإسرائيلي المتواصل على غير منطقة لبنانية، تمكنوا من استئجار بيوت، فيما لجأت الشريحة الكبرى منهم إلى مراكز الإيواء المستحدثة في المدارس والجامعات وقاعات الجمعيات وصالات المناسبات الاجتماعية. ومن هؤلاء عشرات الأسر التي لجأت إلى جبيل حيث استقرت في إحدى مدارسها الرسمية وتحظى بالرعاية قدر الإمكان من المساعدات الغذائية والصحية ومتطلبات الحياة اليومية. من امبارحة كانت موجودة معنا على الأرض وعم ننسق نحن وياها. اليوم في عنا صليب الأحمر وكاريتاس عم ينعمل كشف طبي ويتأمنوا الأدوية اللازمة لأنه عنا حالات مرضية. كل شيء أكل تأمن، فرش وحرمات كمان تأمنت. كان بعد ناقص قصص التنظيفات والإيجيان يلي هن بحاجة لها عم تتأمن تباعا. هلأ نحن اليوم عم ننزل حصص غذائية فيها قصص رز ومعكروني وزيت وهدول الأمور الأساسية اللي بيعوزهم كل واحد بمطبخه تيقدر. عم نجرب نسعفهم لكم يوم لقدام تنرجع لا بعدنا نرجع نأمنهم اللي هن بحاجة لقلهم. نحن عنا 50 لبناني، أنا ما بحب سميهم نازح لأنه هيدي أرضهم هيدي بلادهم وأهلا وسهلا فيهم بمدرسة جبال الأولى وبجبال، ونحن عنا 4 غرف ما نقدرين نستوعب أكثر من 50 شخص. أما النازحون فيحاولون التأقلم بانتظار العودة. مدرسة جبال الأولى وكتير ما بيحسسونا نحن نازقين ولا شيء، المديرة كتير منيحة معنا، عم بيجونا من برا المساعدات والمديرة كتير إنه ما بتخلينا نقعد بدون أكل وبدون شرب، ومبارح ما قدرت تروح على بيتها إلا ما جبنا الفرش. وإلى مدرسة بئر حسن توجهت عشرات العائلات النازحة التي آلمها فراق منازلها وأرزاقها. جيت مع بنتي، قلت كيف؟ إيه انت وبنتك بس هون؟ لا بنتي ما صحلش بات هون، راحت بات ابني هون، قعدت مع بات ابني شايفة من حكا شوية ما سيبنا ومر علينا نيمو شلال نيمو. ما فيكش عندك يعني انت اذا هديتي نفس اولادك ما بيهدوا، يعني صاروا يعني بحياتي ما فزعتش، صاروا دير فراجة. ها شو بدي اعمل يعني؟ شو قولي لي شو بدي اعمل؟ بلاقيها صعبة يا بنتي، الله لا شتت حدا من بيته. غصة كبيرة بس واحد تارك بيته وتارك أهله وجاي لي أبني يتبهدل بني الناس بهدل هي. وللأطفال شكواهم. من عنب عالصور نحن تهجرنا هون بسبب الأوضاع الحرب. من عنب عال أنا تركت البيت. وقدرت وزارة الداخلية عدد النازحين بنحو 70,000 توزعوا على 533 مركزا ويعانون شحا في المساعدات المحلية والدولية. رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طراد أرسلان جال على مراكز إيواء النازحين في مدينة الشويفات، يرافقه رئيس البلدية نضال الجردي وأعضاء المجلس البلدي ومخاتير المدينة ومشايخ وفعاليات. وقال أرسلان إن الصراع مع إسرائيل هو صراع وجودي وثقافي وتاريخي، مؤكدا أن الكرامة الوطنية هي في وحدة كل اللبنانيين والتعالي عن الصغائر أمام الشهداء والأبرياء. أقل واجب فينا نكون فيه تجاه وطننا وقضيتنا ونحن أهل وإخوان، واللي بمسكن بمسنا، بارك الله بيسنا، واللي بيتعرضكن بيتعرضنا، ونحن بالنهاية سوا رح نكفي سوا بإذن الله، رح ترجعوا على بيوتكم وعلى عند أهلكم وعلى مناطقكم المعززين المكرمين بإذن الله. بارك الله بحضرتك.